الحقيقة هذه ما دخلش في اختصاصات الجهة، وبالتالي إذا تكلمت عنها سأكون يعني أتطفل عليها، ولكن الجهة مع بالنسبة إلى تكلمنا مع التنظيم بالخصوص، مع العمدة، مع السيد الوالي، ومع كل السلطات المعنية، يعني غادية كتفر في الجهود ديالها باش يكون حل جذري وفي نفس الوقت تدريجي، لأن يعني ما كتجي في خطرة غير الموت. وبالتالي ولكن هذا ما كي ليس لنا الحق أن نتماطل فيه، هذا موضوع اللي كي يهدد حياة الساكنة، وبالتالي كيخصو واحد التسريع والتأجيل، واحد العقلنة في المعاملة، وكيخص حتى المواطن يتعامل معه بذكاء، المواطن يكون مواطن فعلا ويتعاون معنا، لأن احنا نسهر على راحته وعلى يعني حسن عيشه، وخصو يتعاون معنا، خصو يشارك معنا. هذا موضوع كيهمه وكيهمنا حتى حنا مواطنين، كيهم المسؤولين على العموم.